بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أحمد سيد. هنتكلم على one of the presentations اللي بتهمنا كلنا، اللي هي extremity pain, lower limb pain. ال differential diagnosis ده مش بس مهم لينا عشان إحنا بيجي لنا في الامتحان حالات clinical، البيشنت بيقول أنا رجلي بتوجعني، وإحنا طبعا مطلوب مننا بطبيعة الحال إن إحنا نعرف هو حالة اسكيميا ولا حالة باريكوس فينز ولا حاجة غير الاتنين دول. لا، هو يهمنا لسبب تاني، ان احنا في البراكتس بتاعنا في بدايات ما نتخرج ونبتدي نشتغل هنبقى في الاستقبال في عيادة، وهيجي لنا كتير جدا جدا ناس عندهم اكستريميتي بين، ومطلوب مننا ان احنا نعرف نفرق بين الانواع المختلفة للبين ده. هو مش كده وبس، احنا بنبقى في وسط قرايبنا ومعارفنا وبنلاقي دايما حد يسألنا على الموضوع ده هو، ولازم نكون عندنا ابسط المبادئ اللي تخلينا نعرف نفرق ما بين انواع البين المختلفه، مش بس من المنظور الفاسكولار ولكن من مختلف الدياجنوزيس. عشان نعرف البين اللي قدامنا ده سببه ايه، لازم نتبع الميثودولوجي الطبيعيه، ان احنا نعمل اناليسيس للبرزنتيشن دهيت ونشوف ايه الاسوشيتد سيمتومز اند ساينز عشان نوصل للدياجنوزيس. فبطبيعة الحال هيبقى مهم جدا لينا الأونست، البين اللي بيظهر بصورة أكيوت غير الكرونيك، وحتى الأكيوت ده يختلف عن اللي بيحصل بصورة سادة. الكورس بتاعنا يختلف تماما، لو هو بروجريسيف عن لو انترميتنت عن ريجريسيف. الديوريشن البين اللي بقاله مدة طويلة يختلف خالص عن البين اللي لسه حاصل النهاردة. فكل دي حاجات لازم هنكونسيدر واحنا بنسأل البيشنت. نيجي بقى لنقطة البالسز. طبعا احنا من الاول بنفرق ما بين البين اللي بيحصل مع انتك بالس عن البين اللي بيحصل مع ابسنت بريفرال بالسز، لان ابسنت بريفرال بالسز هنبتدي على طول في لمبة حمراء هتنور ان ده ممكن يكون اكيوت اسكيميا وده حاجة ايمرجنسي. مكان البين وهل هو يونيلاترال ولا بايلاترال هيدينا كلو عن الدياجنوزيس ده. هو البين ده بيحصل مع الحركة ولا مع الريست، ده هيوصلنا برضه لدياجنوزس. وفي النهاية طبعا الايج والسكس بيلعبوا دور جامد في الديفرنشيشن نهائي. فخلينا نستعرض الأسباب المختلفة للبين في ضوء الفاكتورز اللي احنا شايفينها قدامنا دهي. أنا هبتدي بإن أنا أتكلم على أكيوت يونيلاترال بين. ليه أحب أبتدي عنه الأول؟ لأن هو ده أخطر حاجة، ومش بس اخطر حاجه، هو الحاجه اللي احنا محتاجين فعلا فعلا لازم نشخص فيها، لان الدياجنوزس اللي هو اللي في الخط الازرق اللي فوق ده اللي هو الاكيوت اسكيميا ده لازم يبقى اكسكلودد. ما ينفعش يبقى البيشنت نزل من بيته ووصل لغايه الدكتور وبيشتكي له بالبين والدكتور ده ما يعرفش يشخص ان هو عنده اكيوت اسكيميا، لان هو كده هيفقد رجله لو التشخيص ده ما تمش في توقيت مظبوط. فاول حاجه الاكيوت يونيلاترال بين ده مهم جدا لينا عشان خطر. انا لما هيقابلني عيان بيقول لي انا رجلي وجعاني النهارده، او خلينا نقول في اليومين ثلاثه اللي فاتوا، يعني اكيوت بريزنتيشن، انا طبعا هيهمني جدا ابقى اعرف البيشنت ده عنده بالس بريفرال بالس ولا ما عندوش. لان هو لو ما عندوش بريفرال بالس انا هبتدي ابص على بقيه الليم عشان اعرف هو عنده اسكيميا ولا لا. بقيه السيمتومز بقى اللي احنا عارفينها، الباريسز، باراليسز، باراستيزيا، بالر، بايكيلوثيرميا يعني فيه كولدنس. فدي بقيه الساينز اللي بنعرفها اللي بتخلينا نقول ان فيه اكيوت اسكيميا، ويبقى فيه جرس انذار كبير كده هيحصل زي ما انتم عارفين من درس الاكيوت ليمب اسكيميا. طب لو في انتك بالس، هنا بقى يبقى عندنا شجره كبيره قوي من الكوزس اللي هتتفرع معانا، وهنبتدي بقى ايه نمسكهم واحد ورا التاني. هبتدي بالدي في تي لان برضو يعتبر تاني اهم امرجنسي ممكن تجي لنا واحنا في الاستقبال بتاع اي مستشفى، ان واحد رجله بتوجعه بصوره اكيوت ولكن عنده بالس ما هوش اسكيميك، بس هو امرجنسي لان الدي في تي ده زي ما انتم عارفين ليه كومبليكيشنز خطيره، على اهمها ان يحصل بالمونري امبوليزم وممكن ينتهي بمورتاليتي. فبرضه يهمنا ان احنا يبقى عندنا سسبشن في الناس اللي عندهم دي بي تي عشان يبتدوا علاجهم من بدري وما نستناش لحد ما يحصل حاجه زي البالمونري امبوليزم.
بنعرف ازاي الدي بي تي هو ليه ثلاثة سيمتومز سهلين جدا او ثلاثة بريزنتيشنز، لان التندرنس ده مش سيمتوم طبعا، تندرنس وهوتنس وسويلنج غالبا في الكاف، ممكن يكون في الساي طبعا، وغالبا وليس دائما غالبا هيكون معنا هيستوري، يا اما البيشنت كان عامل عملية سيرجري، كان باد ريدن لاي مرض من الامراض، اي ريسك فاكتور بقى من الدي بي تي اللي احنا عارفينهم من الدرس النظري، الفيركاوس ترياد بكل الهايبر كوجلابيلتي والستيزز وال انجري، كل ما هو ممكن يؤدي الى دي بي تي هنسال عنه عشان نعرف ان ده دي بي تي ولا لا. وفي النهايه احنا مش دايما بنعرف ان كان البيشنت ده دي بي تي ولا لا الا بعد ما بنعمل الانفستيجيشنز اللي هم الدي دايمر والفينوس دوبلكس. بس لازم يبقى في بالنا دايما ان لو السيمتومز والساينز دي قدامنا انا هعتبر ان هو دي بي تي until proved otherwise، لان دي بي تي هاز تو بي اكسكلودد. لو طلع ان هو مش دي بي تي وانا غلطان حصل خير، لكن لو انا شكيت في حاجات تانية وطلع ان هو دي بي تي وما خدش الانتي كوجوليشن بتاعته من بدري، لا احنا عندنا مشكله كبيره. نروح للتاني حاجه اللي هي الماسكيو سكيلتال كوزز اوف اكيوت يونيلاترال بين في واحد عنده انتاج بالس. الخانه دي اكبر خانه، اكتر حاجه بتحصل بقى بجد، هي مش اخطر حاجه لكن هي اكتر حاجه بنقابلها. حاجات كتيره جدا في الماسكيو سكيلتال سيستم هتعمل لنا وجع. جاوتي ارثرايتس من اشهر واكتر الحاجات الموجوده، بس ده بنعرفه بان هو بيبقى موجود مينلي في البيج تو في الانكل، والفوت بتبقى سوالن لها، مش بالضروره يكون في الجوينتس اللي انا ذكرتها دي، بس دي الموست كومن سايتس دي. الخانه الخضراء اللي تحتها ودي اكتر حاجه بتلخبطنا مع الدي بي تي، رابتشر بلانتار ستندون او ماسل كونتيوجن. ماسل كونتيوجن اللي هو مزق زي اصابات الملاعب مثلا، للاسف دي بقى من اكتر الحاجات اللي بتلخبطنا مع الدي بي تي، وفي يعني تكاد تكون استحاله في التفرقه بينهم من غير انفستيجيشنز. والله لو احنا عندنا هيستوري اوف تروما، واحد بيلعب رياضه وحصل كده ماشي، يبقى الهيستوري بتقول، لكن يجي لك واحد يقول لك انا فجاه بقى السمانه بتاعتي بقت بتوجعني ويوصف وصف بالظبط زي الدي بي تي، الا بقى اذا كان يعني حظنا حلو وهو قال اصل انا دوست على رجلي بطريقه غلط او انا اتكعبلت بطريقه معينه، فساعتها نبتدي نشك في رابتشر بلانتاري ستاند. لو عندنا الهيستوري دي ان في ابنورمال موفمنت، ساعتها ممكن نحاول نفرق شويه عن الدي بي تي، لكن اذروايز احنا محتاجين ايمجنج فينوس دوبلكس عشان نفرق عن الدي بي تي. والتفرقه هنا اكستريملي امبورتنت، لان الدي بي تي ده واحد بياخد انتي كواجوليشن، في حين ده لو اديته انتي كواجوليشن هينزف زياده هيحصل له انترا ماسكولار بليدنج مطرح الانجري اللي حصلت في التندم بتاعه. برضه من ضمن الماسكلو سكيلتال بروبلمز ان يحصل كاف هيماتوما، سواء تروماتيك ولا بقى من انتي كوجوليشن وات ايفر الكوز بتاعها، برضه هتعمل لنا سويلنج مع البين، ويبقى حظنا حلو طبعا لو الهيستوري اوف تروما ايفيدنت والبيشنت بيقولها لنا بوضوح، لان اذروايز مش هنعرف نفرقها من الدي بي تي الا بواسطه الايميجنج. الخانة الثالثة اللي هي نيوروجينيك كوزز، يعني نيوروجينيك يعني ريليتد للنيرفز، فطبعا اشهرهم ان يحصل اكيوت ديسك بولابس، وده ممكن يكون حظنا حلو فيه هيستوري اوف تروما واضحة. ممكن يحصل مع فولوينج ابنورمال موفمنت، واحد شال حاجة معينة بطريقة معينة بطريقة غلط، واحد قعد وضع غريب فحصل له بعدها الاكيوت يونيلاترال بين اهوت، فنبتدي على طول هنشك ان يكون في حاجة في السباين بتاعه، بالذات لو كان في راديكولار ديستريبيوشن، يعني البين واخد سيرتن درماتوم، واخد نيرف سبلاي بتاع روت معين، هو ده معنى كلمه راديكولار ديستريبيوشن. ممكن جدا يبقى معاه بقى اسوشيتد اذر نيوروجينيك سيمتومز، ان البين يبقى بيرننج وفي شويه نمبنس باراستيزيا، كل ده يساعد على ان احنا نقول ان التشخيص حاجه نيوروجينيك. الخانة الثانية في النيوروجينيك كوزز ان يبقى عندنا سباينال كانال ستينوزس. اشهر اسباب السباينال كانال ستينوزس هو سبونديلوزس اللي هو الانزلاق الغضروفي، يعني فقرتين اتحركوا من على بعض فبقت واحدة منهم ضغط على السباينال كانال مضيقاها وزنقه نهاية الترمينيشن بتاعة السباينال كورد فيها في اللامبر سيجمنت. يعني
الناس دول البين بيجي لهم اون ستاندنج اكتر، الواحد وهو واقف بيبقى فيه ستريتنينج في السباينال كورد بتاعه، المفروض يكون فيه شويه لامبر لوردوزس خفيف، لكن نظرا لوجود السبونديلوزس الستاندنج بيخلي الستينوزس يزيد، فنبتدي نحس بالوجع، وبرضه هيبقى ليه راديكولار ديستريبيوشن باعتبار ان هي نيرفز هي اللي مفعوصه في السباينال كانال ستينوزس ده هو، وبرضه هيبقى في بيرنينج سنسيشن وفي نابنس وباراستيزيا، وكل ده بيستريح لو البيشنت قعد تنى السباين بتاعه، لان لما بيتني بنعوض بقى الزاويه بتاعه السباينال كانال ستينوزس بنحاول نرجعها لطبيعتها، فيقوم يحصل شويه ريليف. في بقى شويه ديزيزز بتعمل نيورايتس وبرضه هتبريزنت باكيوت يونيلاترال بين، وده هي بتبقى بيرنينج سنسيشن، بس بطبيعه الحال هيكون معاها بقى other symptoms and signs of that neurologic disease اللي موجود. يتبقى لنا سبب دم تقيل جدا من الاكيوت يونيلاترال كوزز للبين، ان يحصل سيلولايتس او subcutaneous infection erysipelas مثلا. السيلولايتس بتبريزنت في صوره diffuse redness و hotness و swelling، وطبعا الحل معاها البين، بس بيبقى في شويه constitutional manifestation زي الفيفر على الاقل او انوركسيا، والحقيقه هي ممكن تبدا باكيوت بس هي بتطول مده طويله وتتحول الى حاجه كرونيك، فيعني متداخله شويه ما بين انها اكيوت كوز ولا كرونيك كوز. والملاحظ ان حاليا السيلولايتس بقت منتشره بدرجه كبيره جدا، قد يكون ده بسبب الرونج يوز اوف انتيبيوتكس بصوره متكرره من غير اي سوبرفيجن، فده بيخلينا كلنا نديفلوب ريزيستنس، ويبقى الاورجانيزم العادي اللي كان المفروض يبقى موجود على السكين وما عملناش ضرر يبتدي يعمل لنا انفكشنز زي دي، لان هو ديفلوب ريزيستنس. هنروح بقى للخانه اللي هي اقل خطوره، كرونيك يونيلاترال. كرونيك يونيلاترال هنبتدي برضه نقسمها اكوردنج، احنا عندنا بالس ولا ما عندناش بالس، لان ده بيدخلنا في سكتين مختلفتين. absent pulse يبقى برضه تاني هنفكر في chronic ischemia. والchronic ischemia بتبريزنت ب two types of pain، rest pain و intermittent claudications. rest pain ده هو ده بيحصل very distal في الفوت الصوابع، بيبقى severe burning pain، وزي ما اسمه بيقول هو بيحصل at rest بالذات وقت sleeping. العيان دايما يقول انا معرفتش اكمل نوم، انا الوجع صحاني من النوم. يزيد لو الواحد حاول يرفع رجله ويستريح شويه لو دلدل رجله لتحت، يعني عمل ديبندنسي، ولو غطى رجله او دفاها يزيد، في حين انه لو كشفها يحس انه ريليفت نسبيا. طبعا حكايه انه يدفيها ده هي بتسبب له بين زياده، لان الورمز بيزود الكيميكال رياكشنز، بيزود الميتابوليزم، وبالتالي الرجل تحس ان هي محتاجه مور بلاد سبلاي، وده مش متحقق لها، فتبتدي تحس ببين اكتر. الاليفيشن والديبندنسي يعني ما لهمش تفسير قوي نقدر نعتمد عليه، بس يعني في اسامبشنز وثيوريز، في ثيوريز بتقول ان الديبندنسي يعني شويه بريشر بيزيد من السيركيليشن فبتوصل مور بلاد للاطراف فشويه بتقلل الوجع. هل ده بقى تفسير يعني قوي ولا انا ما اعتقدش، بس هو ده الحاجه اللي ممكن نفكر فيها. طبعا البيشنت بيحب يتني الركبه والهيب شويه وهو مدلدل رجله لتحت، فده بيوفر له شويه ريلاكسيشن للنيرفز اللي حاسه بالبين، فيعني بيبقى شويه ريليف بالبوستشر ده هو. بطبيعه الحال الريس بين ده الديوريشن بتاعته قصيره جدا، يعني لو حد قال لك انا عندي وجع بقالي اربع خمس شهور تعرف على طول ان this is not rest pain، محدش بيستحمل الريست بين بالشده بتاعته مده طويله. طب ايه النوع التاني بتاع البين اللي بيحصل في الكرونيك اسكيميا؟ مختلف خالص، والحمد لله مفيش لخبطه ما بينهم نهائيا. الانترميتنت كلوديكيشنز دي بتحصل فوق خالص بالبروكسيمال،
ثاي او في الكاف او الباتوكس بتحصل مع الووكينج. لازم يكون في ووكينج لان هي ريليتد للميتابولايتس اللي بتطلع في المصل مع الحركه واللي هي مش ووش بروبرلي مع البريزنس اوف اسكيميا. هي بتقل لما نقف ونستريح، اول لما هنقف على طول هتختفي، والبين بيبقى مايلد وكلامب لايك لانه جاي في المسلز. وهنا بقى ممكن يبقى لونج ديوريشن. انا صدقه لو قال لي انا بقالي شهور وسنين لما بمشي مسافه كذا كذا متر بيحصل لي الكرامب ده. هو دي الباستر كوزز. طيب لو هو عنده انتك بالس، هنخش في شجره من الاسباب المتعدده، هي اكتر بكتير ولكنها اقل خطوره من الاسباب اللي ليها علاقه بالارتيريال تري. لو بدأنا بالفاريكوز فينز اللي باللون الأحمر، هنلاقي إن ده بين غالبا بيجي في الكاف، ممكن يكون ده الايكينج، ممكن يبقى بيرستينج، ممكن يبقى في صورة هيفينس، ساعات يبقى عامل نايت كرامبس لأن during sleep الميتابولايتس بتبتدي تضايق المريض لأن الماسل بامب ما كانتش شغالة كويس على مدار اليوم، فيبتدي يحصل ستيزس وستاجنيشن، يبتدي يحصل له النايت كرامبس دي بالليل. البين بتاع الفاريكوز فين دايما مايلد، فما تصدقش اي حد بعد كده يقول لك الفاريكوز فينز انا بصوت منها، انا مش عارف اعيش بسبب الفاريكوز فينز، انا مش قادر اتحمل بصرخ طول الليل. كل ده تعرف على طول ان البين ده دور على سبب تاني ليه، ما ينفعش يكون بين بتاع فاريكوز فينز. وجع الفاريكوز فينز بيزيد مع الوقوف مدة طويلة، وطبعا بيقل مع لاينج داون او الاليفيشن اوف ذا لانك. وبطبيعة الحال هيبقى معانا بقى اسوشيتد فاريكوز فينز، سواء حاجة فيزيبل او حاجة دايجنوست بالايمجينج هيبقى فيه فاريكوزيس. نكمل في الشجرة بتاعتنا الماسكلوسكيليتال كوزز. كتير بقى يعني اوستيو ارثرايتس، تندينايتس، روماتويد ارثرايتس، الليسته دي ممكن اضيف لها يعني امراض كتير قوي من اللي هي بتنفولف الجوينتس اند بونز. بس بيميز المجموعه دي بقى ايه؟ ان غالبا هيكون في ليميتيشن اوف موفمنت، وغالبا هيبقى في تندرنس في الجوينت اللي حصل فيه المشكله دهيت. فلما تلاقي واحد مش قادر يحرك رجله ولما تحاول تحرك له الجوينت ده بالعافيه يتوجع، تعرف ان دي غالبا مشكله ماسكلوسكيلت. نيوروجينيك كوزس اللي باللون الرمادي، اجان اللامبر ديسك زي ما حصل في الاكيوت لانه حصل بصوره اكيوت ديسك برولابس. لا، هو ممكن واحد يكون عنده كرونيك لامبر ديسك وبيشتكي اون اند اوف منه، وهيبقى ليه برضه راديكال ديستريبيوشن ومعاه باراسثيزيا، بس الكورس بتاعه غالبا هيبقى انترميتنت، بيتحسن شويه ويسوق شويه على حسب هو وضع الديسك بتاعه عامل ازاي. نفس الكلام ينطبق على سبينال كانال ستينوزس، الراديكال ديستريبيوشن والباراسثيزيا والانترميتنت كورس، ونفس الكلام ينطبق على النيورايتس اللي بتحصل مع ماني نيورولوجيك ديزيز. الخانه الرابعه انا كاتب فيها الليمفديما او سيلولايتس، هو مش نفس الديزيز طبعا بس هما الاثنين بيؤدوا لبعض في زي فيشيس سيركل بتحصل. من السيلولايتس بتعمل انفلاميشن، والانفلاميشن دي بتعمل فايبروزز في الليمفاتيك شانلز اللي في الليج، يبتدي يحصل الليمفيديما، والليمفيديما دي بتخلي الرجل فيري جود ميديوم فور انذر اتاك اوف سيلولايتس، ونبتدي نعيد الكره مرات ومرات ومرات. فكل ده بيبقى اسوشيتد مع ريكارنت بين، ريكارنت انفكشن، وبيجمنتيشن، وسوالينج. دي الكرايتيريا بتاعتها واللي هي ما بنخطئهاش، بتبقى مختلفة تماما عن كل الأسباب اللي فاتت. يمكن تكون مشابهة شوية للفاريكوز فينز، لأن الفاريكوز فينز لو فيها كومبليكيشنز كرونيك فينس انسفشنسي وبدأ تبقى فيه بيجمنتيشن في الليج مع السويلنج هيبقى فيه شوية شبه، ويمكن هنا ساعتها الإيمجينج هيكون مهم عشان نفرق ما بينها وما بين الفاريكوز فينز. نيجي بقى للحاجات اللي بتعمل بايلاترال بين. اول حاجه فيهم اكثرهم اهميه هي الدايابيتك بريفرال نيورايتس. دي نيورايتس بتحصل مع الدايابيتس ميليتس، مشكلتها ايه؟ ان هي بتشكل لنا صعوبه في التفريق عن الريست بين. الريست بين ده حاجه خطيره زي ما قلنا من شويه، فهي بتبقى شبه ان هي بتبقى سيفير وبيرنينج، ودول ودول عندهم دايابيتس. طب نفرقها ازاي؟ الجدول ده بيقول لنا ايه؟
البريكلينيرايتس المفروض تبقى باي لاترال، لكن الريست بين صعب قوي قوي ان احنا يبقى باي لاترال. البريكلينيرايتس هتبقى ابر ولور لمب، في حين ان الريست بين لور لمب بس، ما فيش عندنا يعني فيري ريل ان يكون في ابر لمب اسكيميا. الحاجه بقى اللطيفه واللي هي فعلا بتفرق جامد ان البريكلينيرايتس ليها ديستريبيوشن كاركترستيك اللي هو اسمه جلافن ستاك ديستريبيوشن، يعني واخده الهاند والفوت لغايه الريست والانكل وطلع فيهم شويه، كأنه واحد لابس شراب او جوانتي، عشان كده بنسميها الاسم ده. في حين ان الريست بين انتوا عارفين كويس انه فيري ديستال، لازم يبقى في الصوابع في الفور فوت، غير يوصل للمانيلاي مش اكتر من كده ابدا. الاثنين بينترفير مع السليب، بس طبعا الريست بين مفيش نوم خالص، مش شويه، لا ده ما بينامش نهائي يعني. بقيه الاسباب الفاريكوس فينز احنا جبنا سيرته في اليونيلاترال، بس لا يوجد ما يمنع ان يبقى باي لاترال. كل الماسكولوسكيليتال كوزز لا يوجد ما يمنع انها تكون باي لاترال، والنيوروجينيك كوزز والليمفيديما والسيلولايتس ساعات كتيره الانفكشن تنتقل من ناحيه من رجل لرجل، وبالتالي تبقى باي لاترال سيلولايتس وباي لاترال ليمفيديما. فكل دول ينفع يتحطوا في خانه الديفرنشال دايجنوز بتاع الباي لاترال بين. اخر جدول هنتكلم عنه، هنقارن في جدول الدياجنوزيز اللي بتعمل كرونيك ليج بين اسوشيتد ويز موشن. احنا بيجي لنا كتير جدا مريض يقول انا اول لما بمشي شويه بقف، رجلي وجعتني واضطريت اقف. واحنا هنا مطلوب مننا ان احنا نعرف ايه اللي خلاه عمل كده. اشهر اسباب الاربعه اللي قدامنا دول، اولهم بطبيعه الحال واخطرهم هو الانترميتنت ميديكيشن، فده هيحصل له في الثايرويد والكاف، هيمشي شويه يجيله يريح يختفي البين، لو وقف راح البين، ستاندنج هيوقف المشكله. وكرامب لايك، طب ده شبه مين؟ بالظبط بالظبط شبه السباينال كانال ستينوزس، برضه في الثاي والكاف، برضه الووكينج بيجيبه برضه. بس هنا بقى اول فرق بتاع السباينال كانسرز، لازم يقعد، الوقوف ما بيريحوش، لان الوقوف معناه ان لسه الفرتبري ضغط على النيرفز وبالتالي هو ما استريحش. هو ممكن يكون كرامب لايك، بس ممكن يبقى بيرنينج سنسيشن. في شويه فروقات لطيفه بقى ما بين الاثنين دول، يعني لما تسال بتاع الانترميديت كوديفيكيشن تقول له اخبار طلوع السلم معاك ايه ونزول السلم، يقول لك طبعا طلوع السلم ده في منتهى الصعوبه، ما يعني مجهود عليا مش قادر. لكن الثاني بتاع سباينال كانال ستينوزس يقوم يقول لك ايه، لا ده انا بتعب اكتر في النزول. تفتكروا ليه؟ لان هو وهو نازل السباين بتاعه بيبقى ستريتند، فده يعمل له وجع اكتر، في حين ان هو طالع كلنا واحنا بنتحرك لفوق بيبقى السباين بتاعنا متني شويه سيمي فليكس، فيكون مستريح. طبعا في اسئله ممكن صعب نسالها في مصر، يعني ان احنا نسال واحد لما بتركب عجله اخبارها ايه معاك، الانترميديت كوزيشن ما يعرفش يركب عجله، هيتعب بسرعه جدا، في حين ان السباينال كانال ستينوزس لما بيركب العجله والسباين بتاعه متني بالعكس ده بيبقى مبسوط، بيكمل ركوب العجله ومش تعباه في اي حاجه خالص. وفي النهايه بقى هنفرق ما بينهم، بان ده هنا في ريسك فاكتورز على الاثيروسكلروزس، وهناك في اذر نيورولوجيك سيمتومز اند ساينز. وطبعا بالاكزامينشن الابسنت اوف بالس في الانترميديت كوديكيشن، وان كان ممكن جدا واحد يكون عنده ابسنت بالس لكن البين سبب سباينال كانال ستينوزس بالصدفه يعني. السببين التانيين الفاريكوس فينز، ده بيحصل في الكاف، قلنا انه ممكن يزيد مع المشي بالذات لما يكون في incompetent perforators او الديب سيستم فيه اوكلوجنز، غالبا في البرايمري فاريكوس فينز مش هيحصل الوجع مع المشي. الوقوف يتعبه اكتر واكتر، اللي بيريحه لاين داون وليك اليفيشن. الكاركتر بتاعه هيفنس ده الايك بيرستنج زي ما قلنا قبل كده. هنا بقى بنخش في خانات اليانج ايج والسيمبتومز اند ساينز اوف ويك ميزنكايم، زي الهرنيا والبايلز والريكتال برولابس والكايفوزس والفاريكوسيل، كل دي حاجات تبقى اسوشيتد مع الراجل اللي عنده بين بالمنظر ده. اخر خانه الاوستيوارترايتس، برضه بين مع المشي، غالبا هيبقى في النين او في الهيب او في الانكل، لان لازم يجي في الجوينت اللي فيه الاوستيوارترايتس، وطبعا بوضوح هيزيد مع الموبيليتي بتاعت الجوينت دوت. ان شاء الله يكون المريض قاعد في السرير، طالما حركنا له الجوينت ده هيحصل الوجع. طب وايه اللي يخففه؟ ان احنا نبطل نحرك الجوينت دوت، كومبليت ايموبيلايزيشن للجوينت. البين هنا ما بيبقاش كرامب لايك، بيبقى غالبا شارب لوكالايزد او دال ايكينج. وطبعا الاوستيو ارثرايتس مع يعني كومنلي يحصل في سن كبير اكتر. دي اهم اربع تشخيصات
في اللي بتعمل لنا كرونيك ليج بين اسوشيتد ويز موبيليتي. يهمنا ان احنا نعرفهم كويس، مش عشان الامتحان بس، ولكن عشان خاطر البراكتس بتاعنا اول لما بنخلص ونبتدي نشتغل.